دي السوبرفيشال ستراكشرز اللي في النيك. ماذا عن الديب ستراكشرز؟ الديب ستراكشرز اوف ذا نيك هنبتدي من اول الديب فاشيا وندخل على المسلز والفيزلز والنيرفز. الديب فاشيا اوف ذا نيك زي اي ديب فاشيا في الجسم هي وظيفتها ايه؟ هي عباره عن دنس سيك فايبرس ممبرين يعمل بايندنج للديب ستراكشرز مع بعضها، يربطها مع بعضها ويحفظها يكيب ات ان بوزيشن. الديب فاشيا اوف ذا نيك بتاخذ 8 اسماء في 8 مواقع مختلفه. اول واحده فيهم اسمها البيتراكيال فاشيا والثانيه اسمها انفستنج فاشيا. دولت اهم 2 في الديب فاشيا اوف ذا نيك في الفرايتيز في الاسماء المختلفه للديب فاشيا. انا هرسم رسمه للهيد والنيك وجزء من الثوراكس علشان نوضح فيه الاتاتشمنت والكونتنتس بتاعه كل فاشيا من الاثنين فرايتيز اللي قدامنا. ده دي البروتيد جلاند كانت مغطيه جزء من المندبل وكانت قاعده تحت الاوريكل وكانت راكنه من ورا على الاسترنوماستويد وريليتد من فوق لعظمه اسمها الماستويد بروسيس اللي كان خارج منها السبيرو نيوكال لاين ومتصل بالاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس. طيب ده من فوق. لو نزلنا شويه من تحت هلاقي دي السيرفايكال فيرتبري السبعه والسباينس بروسيس بتاعها مربوط من هنا. هنجد النك يفصلها عن الثوركس الكلافيكل. طيب ده من تحت خالص. طب امال النك من فوق كان فيها ايه؟ كان فيها عظمه، بدايتها عظمه اسمها الهايويد بون، تحتها غضروف اسمه ثايرويد كارتريج، ده اكبر غضروف من غضاريف اللارينكس اللي كان بيمتد في النك والثوركس ويعمل تيوب كارتريجنس تيوب يسموها التراكيه. جزء منها كان ماشي في النك والجزء الاخر ماشي في الثوركس. التراكيه ديت كان قاعد قدامها جلاند مهمه قوي اسمها الثايرويد جلاند، هنتعرض للاناتومي بتاعها بعدين. طيب ده في منطقة النك. في الثوركس من تحت هنلاقي جد التراكية كان قاعد قدامها البريكارديوم والهارت. طيب البريتراكية الفاشية بدايتها منين والكورس بتاعها ايه وبتحتوي على ايه؟ البريتراكية الفاشية بدايتها من الهايويد بون، من هنا ماسكة في الهايويد بون وماسكة في الثايرويد كار وبتنزل تحت تحوط الثايرويد جلاند وتتسحب وتنزل في النك للوول اوف ذا فايبرس بيريكارديوم وتتحد معاه بالشكل اللي احنا هنشوفه الان. شايفين ماشيه ازاي؟ انكلوز الثايرويد جلاند واخيرا اتحدت مع الفايبرس بيريكارديوم. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان البريتراكيه الفاشيه بتحتوي بداخلها على الثايرويد جلاند وماسكه من فوق في الهايويد بون، والهايويد بون ديت تتحرك مع في اثناء المرحله احدى مراحل السوالوينج اللي هو البلع تتحرك لاعلى. لما الهايويد بون هتتحرك لاعلى هتشد معاها البريتراكيه الفاشيه، والبريتراكيه الفاشيه تشد بداخلها الثايرويد جلاند. من هنا دي بتفيدنا في الابلايت اناتومي بتاع الثايرويد جلاند في عمليه الكشف عن تضخم، حالات تضخم الثايرويد جلاند، بان نقول للمريض ابلع او طلع لسانك، تتحرك الهايويد بون لفوق هتشد البريتراكيه الفاشيه، والبريتراكيه الفاشيه هتحرك معها الثايرويد جلاند لاعلى مع المرحله الثانيه من مراحل البلع. دي كانت اول فاشيه اللي اسمها بريتر، اول فاشيه من الديب فاشيه اوف ذا نيك اللي بيسموها ديب سيرفايكال فاشيه وكان اسمها البريتراكيال فاشيه. الفاشيه الثانيه اسمها انفستنج فاشيه. انفستنج من اسمها انفستنج اللي هي بتحتضن، اللي هي طول ما ماشيه تحضن الاستراكشر. الفاشيه دي ودوده جدا والودود ده بيحب الناس كلها، عشان كده الفاشيه ديت ماسكه في كل الاستراكشرز اللي بتكون تقريبا الهيد اند نيك. ازاي؟ شوف عامله انفستنج ازاي. هنشوف الاول لها رسمه انا مشففها علشان نظهر الاستراكشرز دي من تحتها وازاي بتعمل لها كفرنج وانفستنج واتاتشمنت. تعالوا نشوف مع بعض. ادي البريتراكيه الفاشيه وهي شفافه، الانفستنج فاشيه وهي شفافه ومغطيه الاستراكشرز في الهيد اند نيك. ازاي؟ لها ابر اتاتشمنت من فوق. شوف لو نرجعها تاني ونبص عليها كده، لها ابر استراكشرز من فوق، البدايه بتاعتها من فوق، ولها انتيريور اتاتشمنت ولها سايد ريليشنز وبوستيريور اتاتشمنت. طيب لو نشيل نشوف الاتاتشمنت بتاعها من فوق، من فوق هناخد من ورا خالص الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس طالعه منه على السوبيرو نيوكال لاين ونازله منه على الماستويد بروسيس ورايحه ماسكه في المارجنز اوف ذا اكسترنال اوديتروميتاس وهي ماشيه في طريقها قبلت الباروتيد جلاند. مش هتعديه، هتقوم جايه تنقسم لتو لايرز يحوطهم الباروتيد جلاند
سوبرفيشال لاير وديب لاير. السوبرفيشال لاير هتمشي مغطيه البروتيد جلاند من فوق وتروح تمسك في الزيجوماتيك قرش، اما الديب لاير هتتسحب ديبلي وتمسك في الاستايلو وتتحول جزء منها للاستايلو لاحدى الليجمنتس اللي هنتكلم عليها بعد شويه في المندول. طيب الانفيرتنج فاشيا نزلت تحت على اللور بارت والمندبول مسكت فيه، دي كان الاتصالات بتاعتها من فوق. طيب الاتاتشمنت بتاعها من تحت، هي ماسكه في الهايود بون، ومن الهايود بون ماسكه في السيرويد كارتليج للفرونت اوف ذا نيك. طيب هنيجي نلاقي ماسكه في الفرونت اوف ذا نيك رايحه للباك، رايحه للباك في عضلتين انا ما رسمتهمش هنا، الاسترنوماستويد واحده اللي ماسكه من الماستويد بروسيس للكلافيكل والاسترنوم وماشي اوبليكلي في النيك بهذه الطريقه، وعضله ثانيه جاي من ورا اسمها ترابيزيوس. طب الانفستنج فاشيا وهي جايه من الامام من الفرونت اوف ذا نيك رايحه لورا هتتقسم مرتين، مره علشان تحتضن الاسترنوماستويد والمره الثانيه عشان تحتضن الترابيزيوس، يبقى سبليتس تو انكلوز ذا استرنوماستويد من قدام ذن فيوز اجين ثم سبليتس تو انكلوز ذا ترابيزيوس ذن فيوز اجين عشان تروح لورا. محتاجه ورا تمسك في شيء، تمسك في شيء قوي جدا هو الليجامنتم نيوكي الليجامنت اللي هتمثل السوبرا سباينس ليجامنت في الثراسيك ريجون، لكن في السيرفيكال ريجون ماسكه في السباينس بروسيسز اوف ذا سيرفيكال فيرتبري واسمها ليجامنتم نيوكي. ده كان الاتاتشمنت وريليشنز اوف ذا انفستنج فاشيا اللي هي الفرايتي الثانيه من الثمانيه فرايتيز اللي بيكونوا الديب فاشيا اوف ذا نيك. الفرايتي الثالث من الديب فاشيا اوف ذا نيك اللي اسمها كاروتي شيز، ده عباره عن تيوبولار شيز لو اب اتاتشمنت ولور اتاتشمنت، من فوق كان ماسك في البيز اوف ذا سكال مع البونز اللي بتحيط بالكاروتيد كانال والجاجلر فورامن، اما من تحت فكانت بلندنج او حصل لها فيوجن مع الفينتيشيا اللي هي لاير من اللي بتكون الوولز اوف ذا بيج فيزلز اللي طالعه من الهارت. هذا التيوبولار شيز له ريليشنز وله كونتنتس. الريليشنز والكونتنتس بتاعته هتحكمنا عضله اسمها بوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل. انا البوستيريور بيلي هنا قطعتها وهنقول الريليشنز بتاعتها في سوبرفيشال وفي ديب. اين يقع الكاروتيتيس؟ يقع في النك، فين بالتحديد؟ ديب تو ذا بوستيريور بوردر اوف ذا سترنوماستويد ماسل، مغطيه عضله اسمها البوستيريور بيلي اوف دايجستريك، هي الاساس او هي اللي على اساسه هنقدر نقسم الكونتنتس الى كونتنتس بالداخل اباف ذا ليفل اوف بوستيريور بيلي اوف دايجستريك وكونتنتس اخرى بلو ذا ليفل اوف بوستيريور بيلي اوف ذا دايجستريك ماسل. طيب بالنسبه لي فوق وتحت الفيزلز الموجوده وان فين مشترك هو الانترنال جاجولار فين وهنحكي عليه بعد كده في الديب ستراكشرز اوف ذا نيك. اما الفيزل الثاني فهو كان ارتري، ارتري جاي من تحت لفوق اسمه الكومن كاروتيد ارتري، وهذا الكومن كاروت ارتري بيتفرع لفرعين، واحد يطلع بره الشيس اسمه الاكسترنال كاروتيد والثاني هيكمل جوه الشيس اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري. فوق مستوى البوستيريور بلي اوف ذا جاستريك كان في عندي اربعه كرينيال نيرفز، هم اخر اربعه 9 و10 و11 و12 الجلوسوفارينجيال والفيجاس والاكسسوري والهايبوجلوسال نيرفز. نبتدي بالعاشر اللي هو الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف ماشي في الكاروتيد شيس بين الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد ويفضل مستمر، بيكمل الوحيد اللي بيكمل لحد تحت في الاخر هو الفيجاس نيرف لحد ما يصل لمنطقه الثوراكس ويوصل كمان للابدومين. النيرف الثاني اللي هو الرقم 11 اللي اسمه الاكسسوري. الاكسسوري نيرف كان ماشي ملازم للفيجاس نيرف بس ورا منه وبيغادر الشيس بانه يعمل كروسنج للانترنال جاجولار فين عند مستوى الدايجستريك. الفين الثالث يقع امام الفيجاس نيرف واسمه الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو النيرف الكرينيال رقم 9. ده هيغادر الكاروتيد شيس بانه يمشي بين ذا انترنال كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد ارتريز برانشين الكومن كاروتيد. النيرف رقم الاربعه اللي هو ال 12 كرينيال نيرف، رقم 12 كرينيال اللي هو اسمه الهايبوجلوسال نيرف، ده دخل جوه الشيس ثم يغادر الشيس بانه يعدي كروس اوفر ذا انترنال كاروتيد اند اكسترنال كاروتيد ويطلع بره الشيس. على هذا الاساس لاحظنا ان في فوق مستوى البوستير بلو ذا جاستر كان في عندي اربعه كرينيال نيرفز، هم ادي من هنا 9
وادي 10 وده 11 وده 12 كرينيال نيرفس. اما تحت مستوى البوستيريور بليو اوف ذا جاستريك فالوحيد اللي كمل تحت هو الفيجاس نيرف. بالنسبه للفيزلز كان الانترنال جاجلر ماشي along the whole length of carotid sheath. اما من بالنسبه للارتري فالكومن كاروتيد في النص التحتاني وامتداده لفوق هو الانترنال كاروتيد في النص اللي فوق. ده كان الفرايتي الثالث من الديب سيرفايكال فاشيا او الديب فاشيا اوف زينك. الفرايتي الرابع والباقيين هم اقل اهميه شويه، هنتعرض لهم بسرعه كاسماء ونبذ عن كل واحد فيهم، اللي هم الباروتيد فاشيا، الباكوفرينجيال فاشيا، فارينجو بازيلر فاشيا او فارينجيو بازيلر فاشيا، والسوبرا بلورال ميمبرين، والبري فيرتبرال فاشيا. الباروتيد فاشيا كانت جزء من الانفستنج فاشيا قلناها من شويه، وديت كانت سبليتس تو انكلوز ذا باروتيد جلاند الى سوبرفيشال لاير وديب لاير. السوبرفيشال لاير ماسكه في زيجوماتيك ارش، والديب لاير ماسكه في البيز اوف ذا سكال، وبالذات جزء منها رايح للستالو بروسيس وعملت ليجمنت شهيره هنحكي عليها لما نتعرض على الليجمنتس اوف ذا مندبل. طيب الفاشيا الثانيه اسمها باكو فارينجيال فاشيا، ده جزء من الديب فاشيا اوف ذا نك، لكن لها امتداد تغطي الباكسينيتور ماسل وبتبقى ويل ديفلوبد في الاطفال. الفاشيا اللي بعد كده رقم 6 اسمها فارينجيو او فارينجو بازيلر فاشيا. الفاشيا ديت دي اللي بتعلق النيزوفارينكس او الفارينكس في البيز اوف ذا سكال، ولولا وجود هذه الفاشيا كان النيزوفارينكس بتاعنا كان قفل من وظيفها انها تساعد على ان النيزوفارينكس يفضل مفتوح في الليفنج ستيت. السوبرا بلورا ممبرين ده فرايتي اخرى من الديب سيرفايكال فاشيا او الديب فاشيا اوف زينك، شكله فان شيب، لو ايبت ماسكه في الترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيفن سيرفايكال، والبيس بتاعته ماسكه في ال inner margin of the first rib. وده واحد من structures عدد 8 diaphragms في جسم الانسان، لان ده يعتبر partition بين الثراسيك ريجون والسيرنيك ريجون، فبيعتبروه واحد من diaphragms الجسم المختلفه اللي اسمه supra pleura membrane. واخيرا البري فيرتبرال فاشيا، وديت فرايتي اخرى من الديب سيرفايكال فاشيا، ودي بتعمل كفرنج وانكلوزنج للماسلز اللي اتاتشد للفيرتبرال كولوم سواء كانت بودي او ترانسفيرس بروسيس في السيرفايكال ريجن. بالشكل ده دول كانوا الثمانيه فرايتيز اللي بتكون الديب فاشيا اوف ذا نيك، والمحاضره اللي جايه هنبتدي نتكلم فيها على الديب ستراكشرز اوف ذا